السيد هاد الناس هادو مقدم والقايد والمخزنية هجموا علينا قالوا لنا تخرجوا ما تخرجوا وقال الدري في الدار وقال نعطيوك 100,000 وخرج الدري كيخرج في كيخرج ليا في حوايجي وريبوا لنا الدار وريبوا لنا وريبوا لنا الحوايج ديالنا تعداو علينا اللهم انا دار المنكر واش حلفتوا لي انا في المغرب ما حلفتش حل ما اش هذا المنكر هذا المخزن كيخرج عباد الله من السكنه ديالهم واش المخزن كيعطي السكنه لعباد الله وكيسكنهم ولا كيحويهم راه ماشي معقول هادشي الا كانت الفوضى حنا نشوف واش نديرو نقتلوا راسنا ولا نمشي نديرو شي حاجه ميتين ميتين قال لنا تخوي راه ريبوا لنا الديور ريبوا لنا البيوت ديالنا ودخل علينا دابا دخل علينا سرق الزيت ودخل علينا الفيران ودخل علينا شي خرج شي باقي ما عندي فين نمشي ما عندي باش نكري ما خدام ما الدم انا عندي 65 عام باقي غادي نخزن شكون غيقبل لي انا غير كنطلب عند عباد الله انا غير كنطلب عند المحسنين هما اللي كيعاونوني ها المحسنين اللي كيعاونوني اللي كيتعاونوا معايا في الجامع كنحل الجامع ونسد الجامع زين مثلا حنا مضاربين معاهم مع المخزن مضاربين معاهم والملك بجوج مضاربين معاهم والله ما هذا المكر جاو كيهدوا فينا كيقولوا لنا خرجوا وحنا ما عندناش فين نخرجوا ما عندناش باش نكريو انا مرا واحد المراه ارمله وعندي واحد البنت باقا صغيره ما خداماش يلا انا كنت نضارب مع الوقت باش نخلص الماء والضوء وباش نعيش دابا منين غنخرج وانا عندي السكر فرقع ليا في رجلي ها هما الرواسب كاين اللي من 62 57 وهما كاينين هاد الرواسب ديال شيخي الله يرحمه حنا ماشي لحقنا وهجمنا كما قال مول الملك راكم هاجمين حنا ما هاجمينش حنا ساكنين